اهلا وسهلا بمشاهدينا، ورجعنا من الاستراحه ونبدا مع بعض الشوط الثاني. لكن خلينا نقول عملنا ايه في الاولاني. عملنا المربة الفراوله. بصوا بقى حضراتكم بدات تغلي اهي وهتاخد قوام. بشيل، شايفين ده اللي في الحروف ده؟ شايفين لازم نشيله، لازم نشيله. لو سيبناه بيبقى احد اسباب انه برضو المربى تبوظ او تفسد بدري. خلوا بالكم احنا بنتعامل مع فاكهه طبيعيه وما عندناش مواد حافظه قويه زي بره. واحنا كمان خلوا بال حضراتكم بنعمل حاجه فريش بجد وهتقعد معاكم والله وقت، بس حافظوا عليها بالشكل اللي قلته لحضراتكم. بندي تقليبه كده وبصوا نبدا ناخد تاني اللي في الحروف. كل الحاجات دي بتتشال معايا لحد ما تبطل تظهر تماما. هتلاقوها في لحظه كده بتغلي وهوريها لحضراتكم. احنا متابعين مع بعض اهو الحلقه، على طول هتختفي. وانس انها اختفت انا خلاص في امكاني دلوقتي اتحكم في قوام الايه المربى بتاعتي. طب لو كانت الفراوله باهته شويه ولونها مش حلو، هروح مديها معلقه واحده جيلي. الجيلي ده عباره عن ايه؟ جيلاتين ولون وفليفر طعم بس. فانا مش هحتاج حاجه، انا كاني حطيت فيها جيلاتين ماده ربط. طيب هاجي هنا، بصوا بقى اوري حضراتكم كده. يا سلام، بسم الله. بصوا بقى القوام بتاع المربى، احنا لسه عاملينها، شايفين؟ لازم اتفقنا انه يكون وقطع الفاكهه بصوا باينه وحلوه ازاي. شايفين؟ الله 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 الله. بصوا شايفين الجمال، شايفين الحلويات. طيب تعالوا بقى، انا دلوقتي خلاص بقلب هنا تقليبه، هنزل دلوقتي بمقادير بسيطه جميله. جبنه بالطماطم، جبنه بالطماطم. الناس اللي مش بتحب الجبنه اللي بتبقى حادقه قوي، هنعمل ميكس بين نوعين جبنه. هنعمل ميكس بين القريش وبين جبنه ملح خفيف شويه، يعني ما تكونش اسطنبولي ولا براميلي، تكون يعني في النص كده. تعالوا ننزل مقاديرنا. يلا يا نودي، عندي للجبنه بالطماطم، عندي قطعه جبنه قريش، قطعه جبنه فته، عندي خيار، وعندي طماطم، وعندي بصل اخضر، وعندي كمان نعناع جاف، واقدر احط نعناع فريش لو حضراتكم حابين. عندي هستخدم خل مليان، وعندي عصير ليمون وكمون، وعندي بابريكا وفلفل اخضر رومي، وممكن احط رشه من حبه البركه. انا هنا بصوا بقى اطلع لكم هنا كده، تشوفوا المربى هنا كده استاذ سمير يستعرضها بقى بقلب. هحط هنا، يا سلام، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل شويه قشطه جنب المربى القمر دي كده، شايفين المربى اهي؟ ولا احلى مربى تشتروها من بره، لانه يعني كفايه انها حاجه بيتي طبيعيه. احنا بنفتقد الحاجات دي قوي، وما تاخدش خمس دقايق ممكن وانا واقفه بعمل اي حاجه جنبي. هاخد بقى جنب المربى القمر دي لحد ما كده شويه القشطه القمر البلدي دول، قشطه بقى وش اللبن لو عندكم، قشطه بلدي زي اللي احنا حاطينها هنا كده. الله 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 الله، بصوا الجمال، حاجه ولا احلى بجد. ونبدا بقى نشيل الحاجات الحلوه دي ونحط ده هناك. ده بقى اللي هنحلي بيه النهارده على السحور. طيب هنحطه كده ونبدا بقى نشتغل فيه الجبنه بالطماطم. عندي بوله كده كبيره هاخدها، وخليني ابدا ايه احطها هنا. هاخد فيها الجبنه، بسم الله، قطع كده الجبنه. هنا عندي القريش، طبعا احنا عارفين انها صحيه وجميله، اهو الجبنه القريش. شيل بس شري توميتو دي، نازله بتشجع اهي. وهاخد قطعه من الجبنه اللي قلنا فيها فته او فيها نسبه ملح شويه، خلاص مش كتير عشان بس يبقى فيه ميكس بين الحاجات. وبعدين هعمل كده، ههرسها بالشوكه كده الاول. ممكن اشيل بقى دول خلاص، وههرس كده. بصوا البديل ده ينفع لحشو اي حاجه حضراتكم عايزينها، معجنات هتبقى جميله جدا كده اهو. وهبدا بقى، عندي طبعا زيت مليان، هستخدم زيت مليان. زيت مليان ده احنا اتفقنا ان الزيوت النباتيه معظمها بيبقى فيه نسبه اولين، زيت مليان ما فيهوش الاولين اللي بيساعد على تجمد الزيت اللي هي الماده اللي فيها زيت النخيل دي. خلينا نحط هنا، حاطط مكانها عباد شويه كده من الزيت النباتي. و هاخد تقليبه كده بالجبنه تاني، وبعدين هبدا اضيف عليها الاضافات. انا هنا
ممكن نحط شوية من البابريكا، وهاخد بقى عندي فلفل، مش هاخد ده، هاخد ده الصغير وهجمل بالكبير شوية، ممكن كده كم واحدة من الكبير كشكل. خلاص، وهاخد شوية من الطماطم الصغيرة والطماطم الحلوة بتاعتنا دي. اللي عايز يقلل من الطماطم لو مش حابين عشان هي يعني ممكن تبقى فيها نسبة صوديوم مثلا، مفيش مشكلة يعني قلله، ممكن نزود من الأخضر أكتر، بس هي طبعا عشان جبنا بالطماطم فاحنا ايه بنتعامل مع الموضوع بشكل فيه نسبة من الطماطم لا بأس بيها. طيب هاخد كده، بعدين هنبدأ نضيف عندي خيار، حاجة مرطبة بقى كده كده، ادي الخيار، عندي بصل اخضر وده اختياري لكن بتدي تيست وطعم حلو قوي اهو. هنقلب كده، ولسه بقى عندنا عصير ليمون، ولسه هنحط شويه منكهات وهعمل معاها شويه من حبه البركه حلوه استفيدوا منها زي ما بنحط على اللبنات كده. بصوا الجمال اهو، تعالوا بقى ناخد رشه من الكمون اهو، وهناخد رشه نعناع جاف تدي طعم حلو قوي اهو، معلقه صغيره وهقلب. طبعا ما فيش ملح، مش هضيف ملح اصلا، هاخد بقى شويه من خل مليان، خل مليان ده بتركيز 5%، مو من افضل انواع التركيزات للخل اللي احنا بنستخدمها اهو، خل مليان. بسم الله، هاخد شويه، معلقه كبيره من خل مليان، وهاخد كمان من عصير الليمون معلقه كبيره. تمام، مع النعناع الجاف هنبدا بقى نقدم سلطه الطماطم، الجبنه بالطماطم الحلوه دي مع رشه صغيره من حبه البركه، طعمها جميل. نقدر نحتفظ بعلبة منها فيها شوية على وشها زيت في التلاجة، تستخدم على مدار يومين أو ثلاثة في السحور، مفيش أي مشكلة. يلا بينا نقدمها. هاخد كده الطبق بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم كده أهو، وهنزل الجبنة بتاعتي كده، شايفين. وعلى فكره اللي عايز ياكل ده في احنا بنيجي اخر رمضان، ممكن نبقى حاسين مش قادرين بجد ناكل اكلات بقى خلاص فيها لحوم، فنبدا نحس ان احنا محتاجين اكله كده يعني خفيفه وبسيطه، فما فيش مانع ابدا ان احنا ناكل الاكله الحلوه دي. هضيف تاني هنا بقى رشه من الزيت بتاع مليان اهو، اوكي، وهاخد رشه حبه البركه وشويه تسلمون يا رب، وشويه فلفل كده حلوين رومي قمر يدوا طعم حلو كده واحنا بناكل الايه وخلينا بقى ناخد هنا، حطلكوا طماطم شاري بقى القمر دي، ايه رايكم؟ حلو الكلام، قولوا كلام جميل زي بوجي. تسلم ايديكوا حبايبي، يلا بينا احنا كده الحكم صفر وهنبدا نطلع استراحه علشان خلص الشوط الثاني، وهنبدا نطلع استراحه مع حضراتكم، هنرجع للاكسترا تايم في انتظاركم.